يعني هذا الوضع يعني لما في الصف السادس خيرنا في المذاهب، كان من أول ابتدائي إلى ما لك مذهب في المعهد الديني، فقالوا أنت الشيخ شافعي حمد شافعي ولا مالكي؟ فقلت لهم وما ذاك؟ قالوا كذا وكذا. قلت لهم أين الكتاب؟ فإذا بالكتاب المالكي يا شيخ، الكتاب الأزهري هذا الكبير الأصفر اللي فيه المتن وحاشية وحاشية الحاشية. طيب زين، وتفتح أوراقه صفر صفر الشاهي هذا زين، نفروك كذا ايوه، ومطبوع طبع حجرية يا شيخ وشغل يعني. فقلت لهم والشافعي ايش؟ ولا كتاب مرتب وصغير وحليو. قلت لهم لا شافعي. فاذا بي يا اخي، واخي الاكبر عسى الله يوفقه وييسر امره، سبحان الله شجعني كثيرا انه كان يعني يطلع من الاوائل في المعهد الديني ما شاء الله. فهو اسبق مني بسنه، حتى اخوانك كانوا في المعهد الديني ايضا. نعم يسبقني بسنه فدخل قبلي فشجعني كثير. وكانت والدتي الله يحفظها ويبارك فيها تلقن أخي الفقه ما شاء الله، وتلقنه في صف السادس. ف أيضا الفقه الشافعي، العائلة كلها شافعية. لا إحنا برجع لك على القصة. نرجع. إحنا كانت تلقنه الفقه الله يحفظها وتقرأ له وأنا مستلقي أسمع، فكانت تلقنه فقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه كذا، وتلقنه تلقين وهو. فإذا به في المرحلة يخرج الأول على المعهد الديني ويظهر وتعمل له المقابلات وماذا تريد وكذا وكيف ستصبح بإذن الله. فكان العنوان الرئيسي سأكون قاضيا بإذن الله. فإذا بي أختار الفقه الشافعي وأنا لا أعلم، وأضعه في الشنطة وأرجع البيت. فإذا بالوالد يفتش في الشنطة ويرى الفقه المالكي، فيقول الشافعي عفوا، فيقول ما هذا؟ غيرت دينك يا ابني يا الله. دينك ودين آبائك. الآن من فترة بسيطة أذكره بالموقف، كيف يبغى غير الدين ودين آبائي؟ قال أنت مالكي ابن مالكي ابن مالكي، تأخذ اليوم شافعي تغيره من غد وكذا، والله ونهرني. فقلت له يا أبي والله لو ترى كتاب مالكية والله يا أبي لا تعرف تقرأ منه صفحة، خلاص هذا كلام قطعي وإلا أخرجك. والتهديدات على طول خلاص غدا ان شاء الله اغير يا ابي ديني ودين ابائي يا شيخ. صبأت يعني انت تصبأ يا شيخ حمد. كما ذكر والدكم رحمه الله عليه، كما ذكر والدكم في بيت الشعر صحيح. اي نعم، قال لا تسأل المذهب. فسبحان الله، فسبحان الله قبل شوي نقول البحرين والتنوع. لا اصبر عاد اصبر، لا اصبر. هذا الشيخ يعني كلام خلينا نقول اي 40 سنه 30 سنه. فاذا به يعني أغير الكتاب، رحت الكتاب وعندنا الأصفر. وعندنا كان في المعهد الديني في حصة الفقه الشافعي والمالكي ينقسم الصف، فيدسون الشافعي يخرجون يذهبون إلى صف فيه الشيخ الشافعي، وإلا باقي المالكية يبقون في يبقون في الصف لأنهم أكثر، لأن أصلا المذهب الرسمي في البحرين المالكي، فالمالكية أكثر.